شخص فطر يومين في رمضان بدون عذر، يومين يعني يومين اتنين بالضبط ولا كرشة أيام؟ المهم مش هتفرق، ويريد أن يتوب، فما الذي يجب فعله؟ هذه المسألة أيضا فيها نزاع، ولكن ما أميل إليه والله تعالى أعلى أعلم، هذه المسألة تحتاج إلى توبة وليس فيها كفارة، ولا يقاس هذا على الذي جامع زوجته، لا يقاس هذا على هذا. لماذا؟ لأن الذي أتى زوجته اشتدت شهوته فربما لم يستطع دفعها، أما ذلك الرجل الذي أكل وشرب عامدا متعمدا عالما حكم الله عز وجل فهو في حكم متجرع على الله، فالتوبة له والله تعالى أعلى وأعلم. والله ولو أردنا أن نأخذ بذلك القول قياسا فلا بأس،